اتفرج ازاي مجدي قفشه ضيع على الاهلي فرصه وضيع مجهود شريف واغرب تصرف ممكن يصرفه. لعيبه الاهلي واقفه صح بتحاول ان هي تضغط على لعيبه الاسماعيلي. لعيب خط وسط الاسماعيلي قرر ان هو يرجع لورا مع انه كان ممكن يباصي اللعيب اللي على دايره السنتر، لكن قرر ان هو هيرجع بالكوره لورا. طبعا كده امل بالنسبه له، استلمها المدافع بتاع الاسماعيلي رجعها تاني لنفس اللعيب بتاع وسط الملعب. محمد شريف قرر المره دي ان هو يخش ويغامر ويعمل زحلقه عشان يستحوذ على الكوره. قدر محمد شريف ان هو يستحوذ على الكره، وطبعا بفضل كمان لعيبه الاهلي اللي منتشره صح واللي بتضغط صح. والحقيقه الاهلي كان بيضغط في الماتش ده ضغط قوي جدا. استلم محمد قفشه الكره وقرر ان هو ينطلق في هجمه مرتده مكونه من 6 لعيبه من الاهلي على 3 بس لعيبه من الاسماعيلي. كان من محمد مجدي قفشه ومشي بالكره، بدات لعيبه الاهلي تحاول ان هي تنتشر. محمد شريف ضرب سبرنت، احمد عبد القادر ضرب سبرنت، بيرسي تاو ضرب سبرنت، اديو ديانج يعني بيامن عشان ياخد الكره الثانيه من حدود 18، هد اديو ديانج ومحمد شريف، وفضل في الصوره احمد عبد القادر وبيرسي تاو فاتحين الملعب ومستعدين لقفشه. يلا قفشه الله يخليك مرر لنا. قفشه فكر، بص في الارض يعني هيشوط. عندك عبد القادر، عندك بيرسي تاو، قرر ان هو يعمل اغرب تصرف ممكن تشوفه ان هو يشوط من مسافه يعني مش قريبه قوي، يعني ده مثلا بنتكلم في سكه 25 يارده ولا حاجه. قبل ستاو طبعا واقف فقد الامل، احمد عبد القادر شريف كمل السبرنت بتاعه، ويعني قفشه اتصرف اغرب تصرف واسوأ تصرف ممكن يتصرفه حد عاوز يعني يفنش هجمه مرتده جميله زي دي.